في هذه الأثناء بعد الغداء يرتاح قليلا اللبنانيون كما الكويتيين هنا، نظرا إلى أنه نهار عطلة، وبالتالي خفتت قليلا نسبة المشاركة، وإن في الكويت هي النسبة على ما أعتقد هي الأكثر كثافة. وصلنا الآن إلى رقم قرابة 1000 من أصل 1800 مسجلين هنا من المغتربين للمشاركة في هذه العملية، عملية الاقتراع في الخارج تحديدا في الدول العربية. وبالتالي نحن أمام أكثر من 50% وصلت النسبة في دولة الكويت. سأنطلق من حادثة بسيطة حصلت هنا قبل قليل واعترض عليها المندوبون، وأيضا جرى إلغاؤها من قبل رئيس قلم الاقتراع هنا. قام أحد المقترعين اللبنانيين بتصوير ورقة الاقتراع، نظرا إلى أن هذه المرة ننسي هذا ما كان يحكى عنه كثيرا لدى أقرار هذا القانون، أن في هذه اللائحة المطبوعة سلفا والتي تعطى حصرا من قبل رئيس القلم، أي لا يمكن أن يحصل عليها الناخب من قبل المندوبين، قام بتصوير بعد أن اقترع، قام بتصوير عبر هاتفه الجوال. هنا اعترض وجرى إلغاء هذه الورقة. سأتحدث قليلا يعني عن هذه الحادثة التي تعطي ربما يعني لا تؤثر كثيرا في سير هذه العملية ولا تؤثر حتى، ولكن تعطي عما ممكن أن يحصل من خروقات في هذا القانون. نعم، يبدو في عطل تقني مع زميل رامز القاضي الذي كان يتحدث عن أن أحد الناخبين دخل وصور بهاتفه ورقة الاقتراع. نتابع معك رامز، تفضل. نانسي عم تسمعيني؟ نعم تابع رامز، مش الحال. كنا عم نحكي شو صار بقصة الورقة، حدا انتخب كان عم بيصور اللائحة، في شخص دخل بعد ما عطوه كل الإجراءات وهذا، فات ورا الصندوق وقال متفاجئ بفلاش ضوت الدنيا فدغري رئيس القلم قام وعمل الإجراءات القانونية مصير ولغى واعتبرها الورقة ملغية، والمندوبين كلهم عملوا ورقة محضر الموضوع ليكونوا شاهدين على الموضوع اللي صار. هذا بيصوت معكم ولا مع مين؟ لا مو معنا. شكرا. بس معنا القانون. عم نمزح معك هيدي. معنا بس نحن موافقين على إجراء. بصوت معكم. بس نحن موافقين على إجراء رئيس القلم لأنه كان قانوني 100%. منيح. لأنه التصوير ممنوع وهو خالف القانون. هني بيكون حدا طالب منه ليصور يأكد إنه شو عم ينتخب؟ لا هو ممكن بدون ما يعرف حب إنه يعني هو مش عارف إنه ممنوع التصوير، حب عم يحتفظ فيها للذكريات. خلينا نشوف بس نانسي رئيسة القلم. بس بدي أحكي عن هذه الحادثة، هلا ما بتأثر بسير العملية بس تعطي انطباع عن ممكن عن هذا القانون بيمنع إنه أو بيعطي حرية للناخب من خلال عدم إلزامه إنه ما يعلمه الورقة أو يعرف لمين انتخب. كيف لغيته؟ كيف تعاملتوا معه؟ لغيته لأنه عطيته الورقة وراح ورا الكاونتر، حسيت في فلاش. هيدا قمت اخذت سحبت الورقه لانه صوته بيعتبر ملغى. فقال عم بيصورها لاخته انه بده يفرجيها لاخته، انا اعتبرت الصوت ملغى. ما له حق ترجع يعيد من اول؟ لا ما له حق، لا تلغى يعني. حتى لانه قبل ما يحطها يعني ما حطها، اخذتها حاجه استعملت فيها محضر. حتى لو لقيت له اياها واعطيته ورقه ثانيه رح يصور نفس التصويت وما يصور، هو صور وكان مصور. بس مش انتم بتتحملوا مسؤوليه كمان كيف فات تليفونه معه؟ ايه لانه لا عاطين تعليمات للمندوبين انه ما حدا يفوت بالتليفون، وهن قالوا قايل لهم ما معي تليفون وطلعوا من جيبته يعني حاطتها بجيبته. ايه اكيد طبيعه الحال. عم نسال بس بقديش صارت النسبه تقريبا يعني عندكم انها خفت شوي؟ 39 لهلا. شوفوا علي خفت شوي ساعات بعد الظهر. ايه خفت شوي هلا تقريبا. ايه بس انه كانت من الساعه 7 للساعه 4 مهدي. هلا بس بعد الستة يرجع الاقبال مثل الصبح؟ بتوقع لانه للعشرة فاتحين. بتوقع انه طيب. بس قولي لي بعد شغله، بعد ما تخلصوا انتم، بعد ما تخلصوا الاقتراع وتغلق هذه الصناديق، شو راح يصير بس بهالشيء؟ حصير حنعدهم ونظبطهم نبعثهم لوزاره الخارجيه، بدنا نشمع الاوراق والمحاضر. أوكي. والصندوق مثل ما هو كمان نفس الشيء، كله بده يروح على وزاره الخارجيه عن طريق الدي اتش ال. شكرا. والفرز بذكر نانسي انه بيصير بنهار 6 ايار بس تخلص، عندما تنتهي العمليه برمتها في لبنان يجري فرز اقلام الاقتراع في الاغتراب كي لا تؤثر على نتائج او تعطي عن توجهات الناخب في الاغتراب وتؤثر على العمليه، عمليه الانتخاب والاقتراع في لبنان. بالتالي هذه هي الصوره في الكويت حتى العاشره. من المنتظر ان ترتفع نسبه المشاركه وان يصل يعني العدد كل الذين تقريبا الذين سجلوا ان ياتوا
فرصته للمشاركة هنا في الانتخاب. وبدي أذكر فقط في أمر بأمر نانسي، أنا المندوبين يعني لم يسجل حضور لمندوبي حركة أمل حزب الله، نعرف الوضع، ولكن حركة أمل حتى مندوبي لها غير موجودين هنا، علما أن هناك يعني ناخبين كثر أو الغالبية من الجنوب من الخيام، هناك جالية كبيرة وقد سجلوا وانتخبوا، وكذلك حزب الكتائب كان غائب. هذه هي الصورة. نعم.